ينضم الينا عبر الهاتف دكتور اشرف كمال استاذ الاقتصاد الزراعي. دكتور انا برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذه لاما ومشاهدي القناه الكرام. الحقيقه انه الدوله اولت اهتمام في قطاع الزراعه محترم جدا، كيف ترى تبنيها للعديد من الاليات والمشروعات اللي بتساهم في نمو وتوسع في هذا القطاع؟ ذلك امر في غايه الاهميه وهو امر حيوي للغايه وبمتابعة دؤوبة من القيادة السياسية على مدار هذه الأعوام شهد قطاع الزراعي نموا كبيرا. ما ذكرتي حضرتك من ناحية المشروعات القومية الكبرى للتوسع الأفقي، وأشير إلى مثال بسيط: إبان افتتاح الرئيس لموسم حصاد القمح في شرق العوينات الموسم الماضي، تم الإعلان عن إضافة 90,000 فدان قمح في مشروع الدلتا الجديدة و 250,000 فدان في مشروع تشكى الخير. هذه إضافات معتبرة للمحصول الاستراتيجي الأول في مصر، فضلا عن مشروعات الصوانع التي تعمل على توفير الاحتياط التخزيني بما يقارب الستة أشهر لهذا السياق. أيضا مشروعات ضخمة في مجال الثروة الحيوانية، مشروع البتلو أكثر من 7 مليارات جنيه ائتمام ميسر بفائدة لا تتجاوز 5%، واستفاد منه 41,000 مربي ل 460,000 رأس من الماشية. أيضا الصادرات الزراعية المصرية هذا العام قصة نجاح بكل المقاييس بتجاوز 7 ملايين طن بقيمة تتجاوز 3.4 مليون دولار، مع فتح أسواق جديدة في اليابان والصين ونيوزيلندا وشيلي وجنوب أفريقيا وأستراليا. دكتور مهتم أسأل حضرتك، هل قطاعات كقطاع الزراعة نرى المردود بشكل فوري؟ يعني خليني أسأل سؤال بشكل آخر، إيه أبرز اللي تحقق كحاجة ملموسة للمواطن من وراء هذا القطاع؟ هل انعكس في الأسعار في السوق؟ هل انعكس بتوفير كميات أفضل للمواطنين؟ كيف انعكست هذه المشروعات على الأرض؟ أضرب مثال بسيط، يعني مصر وصلت إلى 2 مليون طن موالح صادرات، وهذا رقم غير مسبوق، لكن مع ذلك لم يشعر المواطن بأي ارتفاع في أسعار البرتقال ومتوافر طوال العام. لدينا اكتفاء ذاتي كامل في الخضر والفاكهة، لكن تتعرض في بعض الأحيان لارتفاعات في الأسعار نتيجة المواسم ونتيجة التوقيتات والمواسم والعروات. يحدث ذلك في بعض أسعار الخضر والفاكهة. إنما يعني إبان أزمة كوفيد 19 كانت أرفف السلع فارغة في كثير من الدول المتقدمة بسوبر ماركتات، لكن لم يحدث ذلك في مصر أبدا. إنما التضخم مرتفع بوجه عام وعالميا، هذه أزمة عالمية في الأسعار. الحقيقة أنه بعد نظام أو بعد بناء الأنظمة الزراعية والغذائية كان واحد من أكبر التحديات اللي بتواجه الدول النامية والمتقدمة أيضا يا دكتور، كيف يمكن التعامل مع هذه التحديات برأيك؟ ذلك في أمر في غاية الأهمية وتوجيه الدولة المصرية اهتمام كبير. يجب أن تشتمل الرؤية المستقبلية على الاستمرار في سياسة دعم المزارع بشتى الوسائل، دعما نقديا وعينيا. وفي هذا الإطار أحسنت الحكومة بتوسيع نطاق أسعار الضمان وضمت محاصيل فول الصويا والذرة الشامية وعباد الشمس، وهي المحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف التي حدثت بها ارتفاعات كبيرة. وأدعو في هذا السياق إلى دعم محاصيل الفول والعدس، وهي من المحاصيل البقولية المكونة للأكلات الشعبية للمصريين، إلى نطاق أسعار الضمان والزراعة التعاقدية وتوسيع نطاقها بحيث تشمل جميع السلع الاستراتيجية والسلع الأساسية. الدول المتقدمة تقوم بدعم المزارع بشتى الطرق، نحن أولى بذلك كلما سمحت ظروف الموازنة العامة بذلك. ولن يجد الاقتصاديون ملاذا أفضل من القطاع الزراعي، سواء للإحلال محل الواردات أو لزيادة الصادرات. كيف ترى يا دكتور أهمية مشروعات استصلاح الأراضي؟ الحقيقة أنه هي
مشروعات بتتكلف أموال طائلة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، لأنه طبعا مسألة استصلاح الأراضي دي ليها قصة طويلة تعدي في البناء، فاضطرت الدولة دي تستصلح أراضي بمبالغ ليست قليلة على الإطلاق. كيف ترى هذه المشاريع؟ هذا أمر في غاية الأهمية، وقد قال القدماء أن استصلاح الأراضي يتطلب عمر نوح ومال قارون وصبر أيوب. وقد اقترحت الدولة هذا المجال بشدة، وقامت بإنشاء البنية الأساسية التي هي مكلفة جدا في حالة الاصلاح الزراعي، تصل إلى 3000 مبالغ كبيرة من المياه من الأموال لاصلاح الأراضي. اقتحمت الدولة ذلك المجال في البنية الأساسية بشكل كبير، وبالتالي تهيئ الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الاستثمارية بعد أن قامت الدولة بتحمل جزء كبير من التكلفة بهذا السياق. كان ذلك لابد وكان أمرا ضروريا لتهيئة البنية الأساسية اللازمة لانطلاق التنمية في هذا الأمر. بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور. كان معنا عبر الهاتف دكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي.